طيب خلينا نروح ناخد حضراتكم لموضوع آخر. ومجلس الوزراء أصدر رسميا اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات. هذه اللائحة هي اللي بتنظم عمليات الجمع والرسوم اللي هيتم تحصيلها بشكل تدريجي على فواتير الكهرباء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضراتكم في الاستوديو وعلى الشعب المصري الجميل في 27 محافظة. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طيب لو تطلعنا يا فندم على اهم بنود اللائحه التنفيذيه لقانون تنظيم واداره المخلفات وتشرح لنا وتشرح للساده المشاهدين بالظبط ايه القيمه اللي هيتم اضافتها على فاتوره الكهرباء، يعني خلينا نعرف تفصيليا من حضرتك يا فندم كل المعلومات. في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، هي طبعا اللائحه التنفيذيه الصادره عن مجلس الوزراء الخاصه بقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لعام 2020. نعم. انا باكد لحضرتك بعد اطلاعي على العديد من القوانين خاصة ان احنا عندنا 3185 قانون ولائحة القرار الخاصين بالإدارة المحلية، يعد هذا القانون من أفضل القوانين في تاريخ مصر. صراحة قوانين كتير جدا، قانون المخالفات على البناء وقانون البناء الموحد وقانون البيع الجديدين. هذا القانون هو فريد من نوعه فعلا وبيحمي منظر الحضاري لمصر، بيحافظ على صحة المواطنين وبيعمل موازنة بين الوزارات المشاركة في هذا الملف. اسمحي لي بس يعني اقول لحضرتك قبل الاجابه على هذا السؤال في عجاله سريعه، احنا عندنا في صفقه التقرير الصادر من اتفاقيه المهندسين عندنا 50 مليون طن مخلفات في 27 محافظه. نعم. منهم 44% مخلفات بناء وهد لم يتم الاستفاده بيهم نهائي. الحرب العالميه الثانيه، من اثناء الحرب العالميه الثانيه بعد انتهائها الدول الكبرى اعادت بناء الدول بتاعتهم من خلال مخلفات البناء. فتنبه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاول مره في تاريخ مصر نزل تقارير خاصه بالهدمه والبناء في المحافظات، لان احنا عندنا في طفره في الاسكان لم تحدث في تاريخ مصر، عندنا 52 مدينه جديده. نعم. عندنا المواطن المصري بس انا اتحدث هنا عن مخلفات الغذاء كيلو و100 جرام متوسط عام في اليوم، غير المخلفات الزراعيه، غير المخلفات الصحيه الى اخره. انا هرجع طبعا ده كنز، الكنز ده بتستفيد منه دول الصين، بتاخد القمامه من الدول العربيه والدول الناميه ودول الشرق الاوسط وتعود تصديرها مره اخرى. نعم، اعاده التدوير يعني. بالظبط يا فندم. انا ارجع لسؤال حضرتك، الرسوم الجديده اللي هي خاصه بالقانون الجديد هي قدرته الماده 23. نعم. بتقول ان الشقق السكنيه احنا عندنا تقريبا 21 مليون وحده سكنيه موزعين في 27 محافظه من 2 جنيه ل 40 جنيه على حسب المنطقه. بالنسبه للمحال التجاريه من 30 جنيه ل 100 جنيه. الجديد الجديد. نعم. بقى ان المنشات الحكوميه اي وزاره حكوميه او هيئه حكوميه هتدفع 50,000 سنوية تحصل لطرح هيئة المخالفات التابعة لوزارة البيئة. نعم. وكمان المراكز التجارية والمولات هتدفع 20,000. بالنسبة للمواطنين زي ما احنا قلنا من 2 جنيه ل 40 جنيه على حسب المنطقة، واعتقد طالما ان هي هتنزل بصورة رسمية اعتقد ان في حد هيعدي المقترض لوزارة البيئة تكون اعلنت ان في حد هيعدي على المواطنين ياخد القمامه. نعم. اللي احنا بنقول عليها كنز ويتم فردها ان شاء الله خلال الايام القادمه. نعم. كمان انا عايز اتاكد ان اتفضل يا دكتور ان نزل في مصر لاول مره، يعني خلينا اقول من 7000 سنه كثرات خاصه بمخلفات البناء، لانك عندنا 30% من الخشب يتم الاستفاده منه بعد مخلفات البناء، وعندنا. نعم. 10% مواد عادله واسفلت، 50% يعني. دكتور حمدي، يعني احنا بنتكلم هنا عن قانون، القانون ده اللائحة التنفيذية بتاعته اثناء تطبيقها في ال 27 محافظة زي ما حضرتك ذكرت اكيد هيكون ليها مزايا كبيرة جدا. انا اعتقد من وجهة نظري الشخصية ما ينفعش اللي احنا يعني ايه نوجز هذه المزايا عبر مكالمة هاتفية، عشان كده بدعو حضرتك ان شاء الله ان حضرتك تكون معانا ضيف في صباح الخير يا مصر لمعرفة المزيد عن هذه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات. دكتور حمدي عرفة خبير التنمية المحلية، بنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.